هاي يا حلوين، كيفكن صبايا؟ الفيديو اليوم كتير غير، كتير محمسة لإله. واليوم رح نغير ديكار الليفينج روم من تيمو ببس 200 دولار. سو إذا حبيتوا الفكرة keep on watching، بس قبل أكيد ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وخلينا نبلش. سو كتير عبالي نغير ديكار البيت، صار لي كتير زمان عبالي هيدا الشيء، بس عم فكر على طول انه هذا البيت اجار، ما بدي اصرف كتير مصاري على الديكار، وين ما عم بروح بالسوق عم بيكونوا المبالغ طائله. سو هونيك نهار فاتحه الابلكيشن تبع تيمو وفكرت وقلت طب خليني اشوف شو عندهم ديكار تيمو، لانه تيمو اسعارهم كتير كتير رخيصه. وعلى فكره انتم منكن عارفين ليه تيمو اسعارهم رخيصة؟ شي مرة سألتوا حالكم هالسؤال؟ هذا لأنه على الويب سايت تبع تيمو انتو عم تشتروا من المعمل، ما في شي بالنص، انتو والمعمل عم تشتروا دغري من المعمل. سو هذا الشيء انا كتير حبيته لهالسبب. على فكره اذا بتطلعوا انه الاسعار فارقه بينه وبين غيره، هذا لانه انت عم تشتروا من المعمل دغري. فقلت بدل ما ادفع مثلا 600 دولار اني اعمل رينوفيشن لغرفه وحده، ليه ما بدفع على موقع تيمو بدل ال 600 دولار 200 دولار على كل غرفه وبعمل رينوفيشن لثلاث غرف بالبيت؟ فهذا رح بيصير اليوم. اشتريت غراض بس ب 200 دولار، بس الاغراض كتيره ورح نعملها رينوفيشن انا وياكم اكيد بمساعده جوزي. الليفينج روم كيف شكله هلا؟ صراحه مش عارفه من وين بدي بلش. في عندي كتير اشياء براسي، في كتير اشياء جايبتها ومش عارفه من وين بدي بلش. انا بقول اول شيء نبلش اكزاكتلي نبلش نزيحهم ونضبدب، نشيل الاشياء اللي ما بدنا اياها. هيك الطوله اوكي، يلا ليتس جو. رح نقول جود باي لهيدا الحرام اللي انا عاده كتير بحبه. جايبه شيء كتير حلو. شو لقينا تحت الصوفة؟ زوبي؟ يا زوبي شايفين؟ شايفين انه زوبي؟ انت حاطة كل هول تحت ليه؟ ليه مامي؟ I love you I love you. يلا كتير حلو. سو جبت هول البلانتات من تيمو، هن ثلاثة، شوفوا شو حلوين. هيدا أول وحدة، حس إنه كتير بيزيدوا هيك، بيزيدوا لون أخضر على البيت، بيزيدوا حياة للبيت كتير حلو. سو هيدا أول وحدة، وهن بيجوا بباكي وحدة ثلاثتهم سوا، هيدا الثانية وهيدا الثالثة. سو فوق التي في كتير فاضي، حابة إني أحطهم فوق التي في، بتعرفوا قد إيه بيطلعوا حلوين؟ بيطلعوا كتير حلوين. لا بلا بيقطع حياتي. سو شو عملت؟ انت رح تركب لي رفوف كرمال نقدر نحطهم. اوكي يلا جو، رح منزيح التي في ستاند كرمال نقدر نظبط فوق. اوكي بكفي اتس ات. عبالي احطهم هون ثلاثتهم بس مش حد بعض، عبالي يكونوا هيك يعني بشكل كأنه شوي عشوائي، بيطلعوا أحلى وفوق رح يكونوا. قد ايه فوق؟ يعني هيدا مستوى التي في، أنا بديهم يكونوا هون. أوكي أوكي؟ يا رح أعلق هول الرفوف وهيك بقدر أحط البلانت هيك على الرف. شوفوا شو بتطلع حلوة، هل بحس فكرتي رح تطلع كتير حلوة. يا خلينا ننفذها. كنا نلزق شيء يعني عليهم. It's nice. حلوة. ما تنط عليها زوي. لا ما بتنط عليها، حلوة. حلوة إيه؟ إيه إيه. أوكي. يلا خلينا نكفي.
طلع فيها كمان. يلا خلينا نحط البقوي كتير حبيت. الخضار عاطي شي كتير حلو وليك هيك يعني انه فيها اخضر يعني. كبيرة حبيت. يلا ليتس جو. عن جد حتتغير الليفينج روم. شو رأيك؟ حلوين؟ حلوين ايه؟ حبيت. يلا هلا منرد التي في محله ونشوف كيف رح يكون المنظر. كتير حلوين. حلوة كتير. اوكي اول خطوة كانت كتير حلوة ايه؟ حبيتها؟ حلوين. اوكي تاني خطوة هي انه نحط سجادة على الارض. اوكي؟ السجادة رح تكون خفيفة ما رح تكون كتير شتوية بس بحب وهيك بحسها كتير كوزي انه الليفينج روم يكون فيها سجادة. خبروني انتو شو رأيكم؟ كمان جاب السجادة من تيمو. تيمو عندهم سجادات. نايس. ما كنت عارفة. عن جديد عرفت. سو جبت سجادة وسعرها كتير قوي والسجادة كتير كبيرة. خلينا نجربها. طب هيدي هي. رح نظبطها على الأرض. وعلى فكرة إن أنت شي مرة هيك تسألت بينك وبين حالك كيف تيمو هالقد رخاص؟ لا كيف؟ هو الويب سايت كيف هالقد رخاص لأنه نفس البرودكت تلاقيها على ويب سايت تاني بتلاقيها بغير محل تبقى كتير غالية. شو السر؟ السبب هو إنه ما عندهم شي اسمه ميدل مان. يعني هن من المعمل على الويب سايت دغري. أوكي. الميدل مان اللي هو بيكون بالنص بيكون كتير بكلف أكتر. سواني بياخدوا من المعمل بحطوا على الويب سايت ودغري انت بتشتري. نايس. عرفت كيف؟ It's so nice. انا عن جديد تعرفت. يلا خلينا نفتحها. انت شوف شو كبيرة. ومن ورا لك كيف بتجي. سو هي بتلزق على الارض ما بتزحط عليها. اوكي. افتحها من تاني جهة عندك. توصل له. لك شو كبيرة. ما كنت عارف على قد كبيرة. كتير كبيرة بوبو. بيرفكت. قرب شوي لهون حطها على الأرض. بيب بدي أقول لك شيء إنه أنا السجادة مش كتير عجبتني. بفتكر إنه نحنا فكرناها بالأول سجادة هي أكتر راق اللي ما عندها وبر. مش مثل السجادة يعني هي جاية قماشة سميكة القماشة أوكي بس قماشة منقوش عليها مرسوم عليها رسمة سجادة. مزبوط. بس مش سجادة سجادة مثل ما أنا كنت مفكرة. مزبوط. يعني أنا كنت مفكرة سجادة. عرفت شو؟ سو ما طلعت سجادة مثل ما أنا مفكرة. ونحنا متعودين على وشكلها يعني بس تشتريها شكلها على الويب سايت كأنه سجادة. عرفت؟ نحن بالعالم العربي بنعرف شو يعني سجادة. صح؟ It's not It's not a carpet. It's more like a rug. سعرها كتير منيح. النقشة تبعها حلوة بس اللي بقرب عليها هيك بيعرف انه هي منها سجادة. مزبوط. سو بحس بعطيها شي 6/10. Fair enough. اوكي يلا خلينا ننتقل للطاولة. اوكي مش عجبني انه الطاولة بيضة. لون الخشب بزبط اكتر. مش عاطي على الابيض. سو شو عملت؟ شو عملت؟ مرتك الذكية جابت كفر للطاولة. سو خلينا نحطه سوا لانه كتير رح يطلع حلو. وتانيا الكفر رح يخبي الاشياء اللي حطينا تحت بالطاولة. سو هيدا الكفر اللي شدته. ليكو جايز في عليه نقشة الكفر كتير حلوة النقشة تبعه. كتير لابق. ياي يمكن لا هيك. هيك حلوة. قدي حلو الكوفر. كتير حلو. معقولة تاني جهة؟ هيتا نجرب تاني جهة. هو جاي هيك. اوكي هيك. معك حق. صح 100%. كتير حبيت النقشة بتعقد. كتير حبيتها. تزين الطاولة جبت هول. حلوين كتير بيزبطوا معها. كتير حلوين. كتير حلوين. شوفوا جايز قديش حلوين. وبيجوا شو بيقولوا عنه هيدا؟ شو؟ فخار أو هيك شيء. شوفوا الأشكال تبعون كتير كتير ترندي هلأ. كتير حلوين. سو رح حطهم بهيدا الشكل هون وجايبه معهم اشياء نحطها بقلبهم كرمال تعطي اكثر خضار للاوضه. سو جايز جبت هول الاوراق وهول الورود كرمال نحطهم فيها. سو خلينا نحطهم هلا. حس هيك سو كيوت. كيوت ايه؟ كثير هيك ما بعرف. عاطين انرجي حلوه. خلينا نظبطهم.
هولي حسيتهم طوال على هيدا، فجيب هيدا تنقص. يا والصبعه افتكر عجاي اعجقه شوي بعد هاي، بس هاي لانه حلوين الورود كتير. اوكي هولي ما رح نستعملهم هاد، هول احلى شي جبته لهلا، كتير حبيتهم. يا الله كتير حبيتهم، كتير حبيتهم، كتير كتير حبيتهم. هيك مليت حبيتهم. عم تدعس على السجادة ايه؟ جاجة عم تدعس على الطرف. اتس فاين، هي لانه جديدة بعدها طاعجة على الجوانب. ايه بس ما بعرف اذا حخليها، منفكر بالموضوع. ايه هول مية كتير كيوت، كتير كيوت، والفلاورز ما انا كتير حبيتهم، انه مش عاطيني كتير ارتفيشل، عرفت انه هن ارتفيشل بس مش عاطيني كتير ارتفيشل. انا حبيت الكونتينرز. ايه هو. معقول انا كتير حبيتهم. اوكي بتصدق انه بعد في غراض جايبتها؟ شوفي بعد، بعد في، يلا البنا نعمله هلا، هو بدنا نرد الصوفا محلها. اوكي ياك شوفوا جايز، جان بول رح يرد الصوفا محلها. انا عندي هيدي البيلو كتير بحبها، شوفوا النقشه تبعها شو حلوه، وعندي هولي اللي زوي مش انه شيء، شوفوا شوفوا الخيطان الطالعة منهم، زوي هلكتهم. سو شو جبت؟ جبت من تيمو هولي يلي هن نفس الشي نفس النقشة. سو خلينا نلبسهم للتكيتين اللي عندي ياهم ونحطهم على الصوفة. بلش يتغير شكله للليفينج روم، ما بصدق، وبتقلي انه انا مش وفيرة وهيك. جيب تاني وحدة عملها انت. وهيدا حطينا البلو وسكرناها، كتير حلوة بس فيها شغلة انه من ورا بتجي عادي. اوكي بتجي قماشه بيضة عادي. سو من قدام بس هي اصلا رح بتبين فيها، بس هيدا الداون سايد الوحيد انه بتجي من ورا بيضة عادي. كنت افضل لو انه على الجهتين بتجي بهيك، هدا كانت طلعت احلى، بس ستيل هي حلوة، عرفتوا يعني؟ مع هيك هي مبينة كتير حلوة. اوكي اسمعوني شو حيصير. الاوضه الالوان تبعها كتير رايقه، سو عبالي اني فوت هيك بوب اوف كولر، وفكرت اني احط هيدا الحرام. شوفوا شو كيوت، كتير كيوت، فينا هيك اتغطى فيه صوب عشيه واحضر تي في، وفينا اني اعمله هيك. بس بحس انه زوي كتير حتتسلف. زوي كان بيقول هيدا حيكون لزوي، هيدا حيكون لزوي، بس شوف كيف بحطه هيك. هيك او كيف بدنا صور كرمال نعرف كيف. تتعرفوا قد ايه انا وجان بول يعني كتير شاطرين بالديكور. ليك وين حاطينه؟ حاطينه على هيديك. نايس ميكس. اوكي يلا قلنا لغاية. زوي هيك او لا او هيك؟ اني حطينا نايمة هيك. رح اديها من هديك الجهة هيك. هيك لا هيك حلوة، هيك هيك عاطي pop of color. خليني اشوف. ايه كيوت، حلوة لا؟ مبالا مبالا كتير حلوة. بيب جيب كم plant هيك من تبعنا نحطهم هون. شو رأيك؟ يلا. لا حلوة حبيت، هيك كتير كوزي طالعة، حبيت. ما بعرف عم غير رأيي شوي عن الكاربت، انه هي انجق مش كتير مبينة، عرفتو؟ انه ما بها شي خلص. 6/10 كتير منيح لقلك، اجي تزوي عليك. هذا ناقصت حد التي في شوي شوي. كتير حلو، حبيت، صار كوزي أكتر، صارت كوزي. ايه انه هيك شوية غراض يعني، حسيت انه غيروا الشكل كليا. I love it. وهيدا يعني هيدا التي في ستيشن مع البلانتات طالعة كتير حلوة، شو رأيك؟ لا عملوا منيح فرق كألوان، وخاصة قدام التي في. يعني انت عم تطلع على التي في كتير حلوة، تروبيكال. I love it. خبروني شو رأيكم، انا كتير حبيتها. جايز الغرفة طالعة بتعقد.
ايد كتير حبتها. خبروني انتو شو رأيكم، وغير انه على ويب سايت تيمو بتكونوا انتو عم تشتروا من المعمل ديركت، فيهم حماية للداتا سيكوريتي تبعكم. سو بيزيكلي تيمو متعاملين مع شركة كتير كبيرة كرمال يحموا الداتا والانفورميشنز تبعكم، هيك بكل بساطة وبكل سلاسة وبلا ما تفكروا بالموضوع بتقدروا انه تفوتوا وتشتروا من الموقع، وانتو مطمنين بالكم انه معلوماتكم ما رح بيروحوا محل. سو ثانك يو على وجود تيمو بحياتنا، وهيدا كان الفيديو. خبروني اذا عبالكم اعمل رينوفيشن لغير غرف بالبيت، وانا بشوفكم بفيديو جديد قريبا. باي.